اهلا بحضراتكم. الان امامنا مجموعه من الاخبار الخاصه بالشان المصري لهذا اليوم. لا شك ان الخبر الرئيسي والشيء الرئيسي الكل الان يتحدث عن صرف المرتبات. وزاره الماليه قالت بان المرتبات واجور العاملين بالدوله ستتوفر يوم 22 يناير ان شاء الله، ده بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره 25 يناير. اهابت الوزاره، وزاره الماليه طبعا اهابت بالمسؤولين الماليين بالجهاز الاداري للدوله ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه والاجهزه المستقله وجميع يعني المختصين بكافه الهيئات بضروره الالتزام وبضروره مراعاه هذا القرار ان شاء الله، صرف المرتبات العاملين بالجهاز الاداري بالدوله يوم 22 يناير. المفترض يكون معنا على الهاتف الان الاستاذ مصباح قطب المستشار الاعلامي لوزير الماليه. استاذ مصباح اهلا بحضرتك. طيب غير جاهز الان، نتحول الى خبر اخر ايضا في اطار الحكومه وما تقوم به الحكومه من اجراءات. الحكومة بتؤكد على حرصها على تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية في الاستفتاء على الدستور المقبل. النهاردة زي ما ذكرنا أيضا في تغطية سابقة بأن كان في تصريحات مهمة لوزير الداخلية بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم. أعود إلى خبر المالية وصرف الرواتب، رواتب وأجور العاملين بالدولة قبل يوم 22 إن شاء الله. معانا اتصال هاتفي من الأستاذ مصباح قطب المستشار الإعلامي لوزير المالية. أستاذ مصباح أهلا بحضرتك. أستاذ مصباح اهلا بيك، انا مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. طيب دلوقتي هيتقرر ان شاء الله ان المرتبات تصرف يوم 22 يناير. هل بالفعل الاستعدادات جاهزة لتحقيق صرف المرتبات كلها في اليوم ده؟ يعني ان شاء الله هيبقى كل العاملين في الدوله، يعني جهاز الاداري للدوله والمحليات والهيئات الاقتصاديه وقطاع الاعمال العام واي وحدات خاصه هيصرفوا مرتباتهم يوم 22، وفيها الزيادات الجديده في 11 يناير اللي تقررت بموجب الحد الاقصى. يعني بالزيادات الجديده تمام اللي هي بتتراوح من كام لكام يا فندم؟ ما هو عشان يعني الحكومه يعني خدت قرار ان الحد الادنى لاجور 1200، تم عمل حاجات كتير قوي. يعني اول الدرجه الثالثه اللي هو اول سلم وظيفي في الدوله المصريه كان بياخد حوالي 730 جنيه، هياخد دلوقتي المفروض 1200، ده اسمه مرتب شامل، يعني هيبقى فيه خصم منه حصه العمل في التامينات وربما يمكن ضريبه بسيطه، يعني هيخصم منه بتاع 100 جنيه كده يعني. تمام. الاجر الشامل هيبقى 1201 جنيه بالظبط، يعني ده بالنسبه للحد الادنى تماما في الدوله في الدرجه الثالثه. طبعا فيما بعد بيبقى ده معناه ان هو زاد من 730 الى 1200، يعني 470 جنيه. الدرجات التاليه بتزيد بدرجه اقل شويه، يعني اقصد اقول مثلا الدرجه الخامسه هتلاقي مثلا زاد 400 وشويه بس او 400 جنيه، انا مش قدامي الرقم دلوقتي. مظبوط. الدرجه الرابعه برضه الزياده تبقى اقل، الدرجه الثالثه الاولى والاولى الممتازه، يعني تناقصي، يعني زيادات تناقصيه يعني. طيب كم الطبيعيه برضه لازم تكيف يعني جهات اخرى مع هذا التغير، زي مثلا المعلمين كان المعلم بياخد وفق قانون خاص لهم 1100 جنيه، كان لازم نراعي ان هو برضه لازم يزيد، فالزياده شامله ايضا المعلمين الاطباء يا فندم والاطباء ايضا. الزياده في الاطباء قد ايه؟ في المهن الطبيه مش الاطباء فقط. تمام مظبوط. كم في الميه يا استاذ مصباح؟ نعم كام في المية بالنسبة للأطباء؟ أنا مش حافظ، لأنه الأطباء بالزيادة فقط في الـ في الـ مثلا الـ أنت هتلاحظ في الحد الأدنى هو في رقم مقطوع، يعني إيه؟ يعني مثلا علاوة مقطوعة، لكن في الأطباء في حزب التغييرات ده في قانون كامل للحكاية دي يعني. مظبوط. يعني إيه هتلاقي في مثلا علاوة كان بياخدوها هم 300% من الأساسي بقت 450%، في حاجات بقى تتعامل مع بدل المبيت وبدل جيد جدا، وفي علاوه تمام استثنائيه ثانيه هتزيد 25% لمده يعني في السنه اللي جايه وهكذا يعني. بعض الوزارات تمام، انا اسف المقاطعه، لكن بعض الوزارات او بعض الهيئات كانت بتشتكي ان بيبقى في تاخر في صرف الرواتب، يعني بعض الادارات مثلا في التلفزيون، مثلا في وزاره الاعلام، في اماكن اخرى بتقول ان المرتبات بتتاخر. فهل بيتم تدارك هذه الشكاوى؟ انا باكد مره ثانيه ان كل الناس يعني هتصرف في مرتباتها في ال 22 يناير، في 22 يناير، وده طبعا للاسباب المعلنه في القرار. هي الاسر المصريه يعني تحملت اعباء
الاعياد راس السنه وعيد الميلاد المجيد والمقصد النبوي، وطبعا في احتفال بثوره 25 يناير. فكان يعني القرار ده متهيألي مفيد للناس يعني. تمام. لكن بقول ان كل الناس هتصرف، اللي انت اتكلمت عنه عشان هيئه اذاعه التلفزيون هيئه اقتصاديه. المفروض انها بتدبر مواردها وعلاقتها بالموازنه العامه بتبقى علاقه عجز وفائض. يعني بمعنى لو عندها عجز الموازنه العامه بتغطيه، ولو عندها فائض بتاخده من الموازنه العامه. صحيح. اما باقي امورها هي اللي بتنظمها. تمام. يعني. يعني بالاساس وزاره الماليه مش مسؤوله بشكل مباشر عن صرف مرتبات العاملين في التلفزيون. حواس حضرتك انه يعني بشكل ايه مباشر، لكن زي ما قلت لك العلاقه كده، وبالتالي هم طول الوقت الناس كانت بتصرف والماليه طول الوقت بتتحمل هذا العجز. كل ما في الامر انه ربما الجديد في هذه الحكومه ان في حوارات عقلانيه ورشيده بين وزاره الماليه والاطراف المختلفه اللي عندها مشاكل متراكمه، هيئه السكه الحديد او اتحاد الاذاعه والتلفزيون او اي هيئات شبيهه، يعني في حوار خلاق عشان نغير اساليب العمل. طيب انا هسال حضرتك سؤال مش كمستشار اعلامي لوزاره الماليه، ولكن سؤال التواصل الحقيقه يعني عشان برضه ابقى دقيق شويه. تمام، جميل جدا. كمان هسالك كمتخصص في الشان الاقتصادي، يعني هل تتوقع حدوث تضخم وحاله من ارتفاع الاسعار بسبب هذه الزيادات؟ والله اقول لحضرتك يعني الاجابه الرسميه، والدكتور احمد جلال وزير الماليه وضح ذلك بطريقه علميه ويعني وممكن الناس تفهمها ببساطه. دايما بيحصل تضخم لما يبقى فيه فلوس ما بيقبلهاش انتاج، لكن عمليه ضخ الاموال الجديده يعني الوزاره الماليه والمجموعه الاقتصاديه في الحكومه بتعتقد انها هتاخد السلع من طاقات كانت معطله، مجرد وجود طلب يعني يكون اديت الناس فلوس عشان تنزل تشتري سلع وخدمات في الاسواق هيخلي الطاقات المعطله دي تشتغل من غير اي انفاق. يعني انا عندي مصنع كان بيشتغل ورديه او نص ورديه، اول ما لقى في زباين بتشتريها اشتغل ورديتين. تمام. الحاله دي ما بيحصلش تضخم. ومع تمام. ذلك انا نفسي بقول للامانه لانه في تشوهات كبيره جدا في الاسواق في مصر، المساله محتاجه يقظه من مختلفه وبالذات يعني وزاره التموين عشان يعني فكره تشديد الرقابه على الاسواق وبعض التجار اللي بيرفعوا الاسعار بشكل غير مبرر. ممكن واحنا بنتكلم حد بيسمعنا يقرر ان هو يرفع السلع عنده مثلا، يعني مظبوط ده صحيح يعني صحيح. تمام، اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للاستاذ مصباح قطب المستشار الاعلامي ومسؤول الاتصال في وزاره الماليه. وزاره الماليه قالت بان المرتبات واجور العاملين بالدوله ستتوفر يوم 22 يناير ان شاء الله، ده بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره 25 يناير. اهابت الوزاره، وزاره الماليه طبعا اهابت بالمسؤولين الماليين بالجهاز الاداري للدوله ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه والاجهزه المستقلة وجميع يعني المختصين بكافة الهيئات بضرورة الالتزام وبضرورة مراعاة هذا القرار إن شاء الله، صرف المرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يوم 22 يناير. المفترض يكون معنا على الهاتف الآن الأستاذ مصباح قطب المستشار الإعلامي لوزير المالية. أستاذ مصباح أهلا بحضرتك. طيب غير جاهز الآن، نتحول إلى خبر آخر أيضا في إطار الحكومة وما تقوم به الحكومة من إجراءات. الحكومة بتؤكد على حرصها على تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية في الاستفتاء على الدستور المقبل. النهاردة زي ما ذكرنا أيضا في تغطية سابقة بأن كان في تصريحات مهمة لوزير الداخلية بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم. أعود إلى خبر المالية وصرف الرواتب، رواتب وأجور العاملين بالدولة قبل يوم 22 إن شاء الله. معانا اتصال هاتفي من الأستاذ مصباح قطب المستشار الإعلامي لوزير المالية. أستاذ مصباح أهلا بحضرتك. أستاذ مصباح اهلا بك، انا مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. طيب دلوقتي هيتقرر ان شاء الله ان المرتبات تصرف يوم 22 يناير. هل بالفعل الاستعدادات جاهزه لتحقيق صرف المرتبات كلها في اليوم ده؟ يعني ان شاء الله هيبقى كل العاملين في الدوله يعني الجهاز الاداري للدوله والمحليات والهيئات الاقتصاديه وقطاع الاعمال العام واي وحدات خاصه هيصرفوا مرتباتهم يوم 22، وفيها الزيادات الجديده في 11 يناير اللي تقررت بموجب الحد الاقصى يعني. بالزيادات الجديده. تمام. اللي هي بتتراوح من كام لكام يا فندم؟ ما هو عشان يعني الحكومه يعني خدت قرار ان الحد الادنى لاجور 1200
تم عمل حاجات كتير قوي. يعني اول الدار الثالثة اللي هو اول سلم وظيفي في الدولة المصرية كان بياخد حوالي 730 جنيه، هياخد دلوقتي المفروض 1200. ده اسمه مرتب شامل، يعني هيبقى فيه خصم منه حصة العمل في التأمينات وربما يمكن ضريبة بسيطة، يعني هيخصم منه بتاع 100 جنيه كده يعني. تمام. الأجر الشامل هيبقى 1201 جنيه بالظبط يعني. ده بالنسبة للحد الأدنى تماما في الدولة. طبعا فيما بعد بإيه بيبقى ده معناه إن هو زاد من 730 إلى 1200، يعني 470 جنيه. الدرجات التالية بتزيد بدرجة أقل شوية. يعني أقصد أقول مثلا هالدرجة الخامسة هتلاقي مثلا زاد 400 وشوية بس أو 400 جنيه، أنا مش مهتم الرقم دلوقتي. مظبوط. الدرجة الرابعة برضه الزيادة تبقى أقل، الدرجة الثالثة، الأولى والأولى الممتازة. يعني تناقصي، يعني زيادات تناقصية يعني. طيب. كم الطبيعية برضه لازم تكيف يعني جهات أخرى مع هذا التغير، زي مثلا المعلمين كان المعلم بياخد وفق قانون خاص لهم 1100 جنيه، كان لازم نراعي إن هو برضه لازم يزيد. فالزيادة شاملة أيضا المعلمين الأطباء يا فندم، والأطباء أيضا. الزيادة في الأطباء قد إيه؟ في المهن الطبية مش الأطباء فقط. تمام مظبوط. كم في المية أستاذ مصباح؟ نعم. كم في المية بالنسبة للأطباء؟ أنا مش حافظ، لأنه الأطباء الزيادة فقط في مثلا أنت هتلاحظ في الحد الأدنى وفي رقم مقطوع. يعني ايه؟ يعني مثلا علاوه مقطوعه، لكن في الاطباء في حزبه التغييرات ده في قانون كامل للحكايه دي يعني. مظبوط. طيب. يعني ايه هتلاقي في مثلا علاوه كان بياخدوها هم 300% من الاساسي بقت 450%، في حاجات بقى تتعامل مع بدل المبيت وبدل الطهر، وفي علاوه تمام استثنائيه ثانيه هتزيد 25% لمده يعني في السنه اللي جايه وهكذا يعني. بعض الوزارات تمام، على اسف المقاطعه، لكن بعض الوزارات او بعض الهيئات كانت بتشتكي ان بيبقى في تاخر في صرف الرواتب، يعني بعض الادارات مثلا في التلفزيون، مثلا في وزاره الاعلام، في اماكن اخرى بتقول ان المرتبات بتتاخر. فهل بيتم تدارك هذه الشكاوى؟ انا باكد مره ثانيه ان كل الناس يعني هتصرف في مرتباتها في 22 يناير، في 22 يناير، وده طبعا للاسباب المعلنه في القرار. هي الاسر المصريه يعني تحملت اعباء الاعياد راس السنه وعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي، وطبعا في احتفال بثوره 25 يناير، فكان يعني القرار ده متهيألي مفيد للناس يعني. تمام. لكن بقول ان كل الناس هتصرف. اللي انت اتكلمت عنه عشان هيئه التلفزيون هيئه اقتصاديه. المفروض انها بتدبر مواردها وعلاقتها بالموازنه العامه بتبقى علاقه عجز وفائض. يعني بمعنى لو عندها عجز الموازنه العامه بتغطيه، ولو عندها فائض بتاخده من الموازنه العامه. صحيح. اما باقي امورها هي اللي بتنظمها. تمام. يعني يعني بالاساس وزاره الماليه مش مسؤوله بشكل مباشر عن صرف مرتبات العاملين في التلفزيون. حوافي حضرتك انه يعني بشكل ايه مباشر، لكن زي ما قلت لك العلاقه كده، وبالتالي هم مزبوط. طول الوقت الناس كانت بتصرف والماليه طول الوقت بتتحمل هذا العجز. كل ما في الامر انه ربما الجديد في هذه الحكومه ان في حوارات عقلانيه ورشيده بين وزاره الماليه والاطراف المختلفه اللي عندها مشاكل متراكمه، هيئه السكه الحديد او اتحاد الاذاعه والتلفزيون او اي هيئات شبيهه يعني. في حوار جميل. خلاق عشان نغير اساليب العمل وتحسين. طيب. يعني انا هسال حضرتك سؤال مش كمستشار اعلامي لوزاره الماليه، ولكن مستشار التواصل الحقيقه يعني عشان برضه ابقى دقيق شويه. تمام جميل جدا. كمان هسالك كمتخصص في الشان الاقتصادي، يعني هل تتوقع حدوث تضخم وحاله من ارتفاع الاسعار بسبب هذه الزيادات؟ والله اقول لحضرتك يعني الاجابه الرسميه، والدكتور احمد جلال وزير الماليه وضح ذلك بطريقه علميه ويعني وممكن الناس تفهمها ببساطه. دايما بيحصل تضخم لما يبقى فيه فلوس ما بيبقاش انتاج، لكن عمليه ضخ الاموال الجديده يعني وزاره الماليه والمجموعه الاقتصاديه في الحكومه بتعتقد انها هتاخد السلع من طاقات كانت معطله، مجرد وجود طلب يعني يكون اديت الناس فلوس عشان تنزل تشتري سلع وخدمات في الاسواق، هيخلي الطاقات المعطله دي تشتغل من غير اي انفاق. يعني انا عندي مصنع كان بيشتغل الورديه او نص ورديه، اول ما الاقي فيه زباين بتشتريها اشتغل. مظبوط. تمام. الحاله دي ما بيحصلش تضخم. ومع تمام. ذلك انا نفسي بقول للامانه لانه في تشوهات كبيره جدا في الاسواق في مصر، فالمساله محتاجه يقظه من مختلفه وبالذات يعني وزاره التموين عشان يعني فكره تجديد الرقابه على الاسواق وبعض التجار اللي بيرفعوا الاسعار بشكل غير مبرر. ممكن واحنا بنتكلم حد بيسمعنا يقرر ان هو يرفع السلع عنده مثلا، يعني مظبوط ده صحيح يعني صحيح.
تمام، اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للاستاذ مصباح قطب المستشار الاعلامي ومسؤول الاتصال في وزاره الماليه، شكرا جزيلا لحضرتك. نعود الى الخبر اللي كنا ذكرناه، ان مجلس الوزراء كان ليه اجتماع النهارده مهم للتباحث حول اخر الاستعدادات لاجراء الاستفتاء على الدستور اللي هيكون ان شاء الله يعني بعد 5 أيام من الآن في منتصف الأسبوع. رئيس الوزراء الدكتور حازم ببلاوي أعلن أن يومي الثلاثاء والأربعاء، يومي 14 و15 أيام الاستفتاء، سيمثلوا تاريخ مهم لمصر وللشعب المصري، وأن الاستفتاء هو لحظة حاسمة. وأشار الببلاوي أن مصر ستخرج عن بكرة أبيها تعبيرا عن رأيها. رئيس وزراء مصر أكد في مؤتمر صحفي أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والتدابير لتأمين الاستفتاء في جميع المحافظات، وأن الدولة بكافة أجهزتها مهتمة بهذا الأمر، وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية لهذا الاستفتاء. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبة بحق من يدلي بصوته مرتين. وزير الداخلية زي ما قلنا لحضراتكم أعلن إن هيكون في خطة محكمة لتأمين الاستفتاء، هذه الخطة بالتعاون ما بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعد الاجتماع المهم لمجلس الوزراء صباح اليوم خرج بهذه التصريحات، وقال بأن هناك خطة لتأمين كافة اللجان في كافة ربوع مصر، وأشار أن هذه الخطة من خلالها سيتم مواجهة من يمنع أي مواطن من الإدلاء بصوته. اليوم أيضا كان في تأكيد من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن الاستفتاء على مشروع الدستور يتم بإشراف قضائي كامل زي ما حضراتكم طبعا عارفين، وأوضحنا من خلال تغطياتنا ولقاءاتنا المستمرة في CBC وبث مباشر تأكيد قضاة مصر وكافة الهيئات القضائية أنهم سيشرفوا على الاستفتاء، وأكد بأن هناك لجنة قضائية مستقلة هي الوحيدة القائمة على إدارة الاستفتاء دونما أي تدخل في عملها من جانب السلطة التنفيذية. خلال استقبال وزير العدل لمنظمة الشفافية الدولية المشاركة في متابعة الاستفتاء على الدستور، أشار وزير العدل أن الوزارة والحكومة تعملان على تقديم الدعم اللوجستي للجنة العليا للانتخابات من خلال العمل على تيسير عمل الاستفتاء على المواطنين وتيسير الإشراف عليها من قبل القضاء. ده فيما يخص الاستفتاء في مصر، لكن الاستفتاء في الخارج زي ما حضراتكم عارفين ان بدأ التصويت بالامس 8 يناير في اللجان المنتشرة في شتى انحاء العالم، وفقا للبيان الصادر او اصدرته اللجنة العليا للانتخابات اليوم حول سير اليوم الاول اللي هو امس في انتخابات المصريين بالخارج او الاستفتاء الخاص بالمصريين بالخارج، اكد البيان ان في 17,000 مصري ادلوا بصوتهم في 134 دوله، وان بيعول ان شاء الله ان النهارده في تاني ايام التصويت وابتداء من النهارده وبكره وبعده يعني خميس جمعه سبت نتيجه للعطلات، والاحد كمان بالنسبه للعطلات للمصريين في اوروبا وفي الولايات المتحده، هيكون ان شاء الله في كتله تصويتيه ان شاء الله كبيره خلال الايام القادمه. نتابع تقرير حول تصويت المصريين في الخارج في يومه الاول والثاني. ويلينغتون العاصمه النيوزيلنديه اقصى شرق الكره الارضيه كانت اول محطات تصويت المصريين بالخارج على مشروع دستور 2014 المعدل، ويمتد خروج المصريين الى البعثات الدبلوماسيه للتصويت في اكثر من 138 مقرا حول العالم. بينما شهدت بعض الدول نسبه جيده من الاقبال على الاستفتاء، كانت النسبه ضعيفه في دول اخرى، أرجعها البعض إلى تزامن أول أيام الاستفتاء مع أيام العمل في تلك البلدان ودعوات المقاطعة التي يروجها تنظيم الإخوان. بحسب وزارة الخارجية المصرية، يسير تصويت المصريين بالخارج في كافة الدول بشكل جيد، ولم تتلقى غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية لمتابعة الاستفتاء أي إخطارات بحدوث مشاكل تعوق عملية التصويت. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الاستفتاء تسير بشكل هادئ ومنتظم، وأكدت أنها لم ترصد وقوع أي تجاوزات تؤثر على سير عملية التصويت في أي من مقار البعثات الدبلوماسية المصرية حتى الآن.
بدأ تصويت المصريين في الخارج في 8 يناير من 9 صباحا وحتى 9 مساء ويستمر 5 أيام. يبلغ عدد الناخبين المصريين المسجلين في الخارج ما يزيد على 681,000 من بين نحو 8 ملايين مصري، منهم 80% من إجمالي المقيدين للتصويت في 5 دول هي السعودية، الكويت، الإمارات، قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وتجاوزت نسبة طباعة أوراق التصويت من المصريين في الخارج في اليوم الأول أكثر من 65,000 بطاقة، ما قد يعد مؤشرا على إقبال المواطنين. ويشهد تصويت المصريين في الخارج إجراءات أمنية مكثفة في ظل توقعات بمحاولات تنظيم الإخوان في الخارج تعطيل خطوة الاستفتاء على الدستور التي تعد خطوة هامة وفق كثيرين من خطوات خارطة الطريق. هاشم مناع، بث مباشر. محكمة جنح مدينة نصر قضت بالحبس لمدة 2 و6 أشهر على 26 طالب إخواني في اشتباكات المدينة الجامعية بالأزهر. جلسة النطق بالحكم في جنح مدينة نصر برئاسة القاضي أحمد مجدي قضت بمعاقبة 26 متهم زي ما قلنا بالحبس 2 و6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك لإدانات بارتكاب جرائم التخريب والاشتباكات في محيط الجامعة أو جامعة الأزهر والمدينة الجامعية خلال شهر نوفمبر الماضي. أنصار جماعة الإخوان في الدقهلية هجموا مقر أو مكان لإنعقاد بعض أو ندوة بينظمها حزب النور للتعريف بالدستور، وده كان في مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، وقام عناصر من تنظيم الإخوان بمهاجمة هذا السرادق وهذه الندوة، لكن تمكن الأهالي ومؤيدي حزب النور من طردهم من المنطقة. كان الحزب قد نظم مؤتمر النهاردة الخميس في محافظة الدقهلية لدعم الدستور بحضور الدكتور رمضان النجدي وكيل حزب النور بالدقهلية والدكتور عبد الغفار طه وكيل حزب المحافظة وعضو اللجنة الإعلامية للحزب على مستوى الجمهورية. طالبات الإخوان بالأزهر أشعلوا النار في إطارات السيارات وقطعوا شارع مصطفى النحاس لمدة 45 دقيقة، وذلك احتجاج على اعتقال عدد من الطالبات والانتهاكات التي تتم بحقهن حسب هؤلاء الفتيات. حدثت مناوشات لفظية ما بين الطالبات وبعض سائقي السيارات وسائقي الحافلات الخاصة بالركاب والميكروباص، وأنهت الطالبات هذه الوقفة بعد ساعة إلا الربع لتعود حركة المرور إلى طبيعتها في شارع مصطفى النحاس. في الإسكندرية كان هناك بعض المناوشات والاشتباكات الطفيفة بين طلاب الجماعة المحظورة وما بين الطلاب الآخرين أو من يسموا بالطلاب المستقلين غير المنضمين لأي تيارات سياسية على الإطلاق، وذلك بعد انطلاق مسيرة بتطوف الجامعة لطلبة الإخوان واعترض عليها باقي الطلاب، وحدث زي ما قلنا حالة من أشد والجذب بين هؤلاء الطلبة، وانتهت هذه المسيرة بالقبض على إحدى الطالبات أو كانت بسبب القبض على إحدى الطالبات الكلية من طلاب الجامعة في تظاهرة كانت منذ عدة أيام. مراسل سي بي سي في محافظة الغربية قال بأن هناك كانت مسيرة حاشدة في مركز قطور في الغربية دعم للجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب وتأييدا للدستور، نظمها عدد من شباب الحركات الثورية وتحالف القوى الثورية في محافظة الغربية وحركة كفاية نظموا هذه المسيرة الحاشدة اللي كانت النهاردة وكانت بمثابة تأييد ودعم للقوات المسلحة ولخارطة الطريق. رفع المشاركون لافتات وصور للفريق أول عبد الفتاح السيسي وكذلك يافتات بتعبر عن تأييدهم للدستور ورددوا هتافات من بينها نعم للدستور والجيش والشعب إيد واحدة. نشوف صور لو في صور لهذه المسيرة. طيب النهاردة أيضا كان ضبط حارس لأحد اسطبلات الخيل في أبو النمرس، وكان بحوزته أكثر من 1500 قطعة أثرية. هذه القطع الأثرية الحقيقة بمبالغ عالية جدا وقيمتها التاريخية كبيرة جدا، خاصة أنها بترجع للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية. بيان صدر من وزارة الداخلية حول هذا الأمر
الخاص بالمدعو محمود 41 سنة في أبو النمرس، سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، بيتاجر في الآثار ويحتفظ في غرفته باسطبل الخيول اللي بيعمل بيه متحفظ او كان بحوزته القطع الاثريه اللي حضراتكم شايفينها 1534 قطعه اثريه، يعني شيء طبعا مهول. الحقيقه انا مش متذكر رقم، ولكن رقم بيقدر بالمليارات، حوالي 400 مليار تقريبا، دي كانت القيمه المثمن بها هذه الاثار. على جانب آخر، شرطة السياحة في محافظة المنيا كانت تمكنت من استعادة عدد من القطع الأثرية، قطع أثرية كانت بحوزة أحد المواطنين، وعثر على 10 قطع أثرية من المبلغ بسرقتها. انتقل على الفور ضباط وحدة المباحث في المنيا، وجدوا بالفعل 10 قطع أثرية مسروقة من أحد المتاحف من متحف المنيا اللي كان فيه حادث سرقة وحادث سطو بعد ثورة 25 يناير. نعود لخبر اعتداء عدد من أنصار الإخوان على مقر للدعوة للاستفتاء وسرادق كان بيقيمه حزب النور في محافظة الدقهلية. معنا القيادي في حزب النور الأستاذ شعبان عبد العليم، الدكتور شعبان عبد العليم. أهلا بحضرتك دكتور شعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعليق حضرتك دكتور شعبان على هذا الاعتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وأنبياء أجمعين. طبعا نريد أولا أن نطمئن جميع المستمعين والمشاهدين أنه رغم هذه المحاولات لبعض الشباب الغير ملتزم على والاعتداء على مقر حزب النور وعلى مؤتمراته، إلا أنه بفضل الله عز وجل تم عقد 120 مؤتمر حتى الآن لحزب النور وحده، منها 36 مؤتمر محافظات، يعني مؤتمر على مستوى المحافظة. واليوم في هذه الجو القاسي من البرد والمطر تعقد 3 مؤتمرات تقريبا، مؤتمر في أسوان، ومؤتمر في نفس الوقت في المنيا، ومؤتمر في آخر ثالث، وهناك 10 مؤتمرات مزمع عقدها خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى مؤتمرات صغيرة تعقد على مستوى المراكز والقرى الكبيرة. صحيح بعض المؤتمرات يتم الاعتداء عليها ويتم السب والقذف وغيره، ويتم نقلها إلى أماكن أخرى لتفادي عملية الاشتباك، لكن بالرغم من ذلك الحزب لم يتوقف عن الدعوة إلى نعم للدستور، لأنه يؤمن بأن هذا الدستور يعني يحقق الحد الأدنى على الأقل من طموحات المصريين. أكيد. طيب، هذه الاعتداءات حضرتك بتقول إنها لن تثنيكم عن الاستمرار فيها، ولكن هل أنتم بتطالبوا بوجود مثلا حماية من وزارة الداخلية عشان عدم تكرار هذه الحوادث؟ بالتأكيد في بعض المراكز بيتم التنسيق مع الجهات الأمنية، لأنه المؤتمرات الآن كثير من الشباب الذين لم يعني ليس لديهم آداب الخلاف يعتدون على هذه المؤتمرات، وقد تم الاعتداء على بعض المؤتمرات داخل محافظة بني سويف على سبيل المثال التي أنتمي إليها، ولكن نقلت الندوة إلى مكان آخر وتم عقدها بفضل الله عز وجل. هناك تنسيق مع الجهات الأمنية في بعض الندوات، لكن هناك ندوات تتم بدون تنسيق على أساس أنه الأمن مشغول بأشياء أخرى، ويعني مواجهة المظاهرات التي تتم في الجامعات وغيره. فنحن نعقد ندوات كثيرة في قرى كثيرة دون التنسيق مع الأمن، وتمر بسلام والحمد لله رب العالمين. طيب أخيرا دكتور شعبان، يعني مسألة هذه الندوات اللي بتوجه سواء لأعضاء التيار السلفي أو حتى غيرهم من المواطنين المصريين، مدى التجاوب اللي لمستوه ومدى الحماسة اللي موجودة لدى الناس للتصويت بنعم؟ في حقيقة الأمر نحن نجد استجابة من الجمهور، حتى يعني القرى التي لم تعقد فيها مؤتمرات يعني هناك حماس شديد جدا، الناس تقول نريد أن نخطو خطوة إلى الأمام، نريد أن تخرج مصر من هذا النفق المظلم. والكثير من الناس حتى الذين لم يقرأوا الدستور يقول نحن سنقول نعم لكي تتحرك البلاد حتى لا تقع مصر وحتى لا يستمر نزيف الاقتصاد. فالحماس في الحماسة شديدة عند كثير من الناس بكل بفضل الله عز وجل، ونحن نتوقع أن تصل نسبة التصويت إلى نسبة عالية جدا، ونسبة من سيقولون نعم ستكون أعلى من نسبة التصويت إن شاء الله. فهم، شكرا جزيلا دكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد القيادي في حزب النور، شكرا جزيلا لحضرتك.
عمال سجاد المحلة النهاردة الحقيقة بسبب تأخر الشركة في صرف رواتبهم اضطروا إلى اقتحام أو قاموا باقتحام استاد أو ملعب المحلة أثناء مباراة كانت بتقام لفريقهم أمام رجاء مطروح. الحقيقة حدث يعني أن قوات الأمن تدخلت لمنع هؤلاء العمال من الدخول إلى أرض الملعب وحاولوا أن هم يهدئوا من روعهم. تم عقد اجتماع موسع مع ممثلي هؤلاء العمال وتم الاستماع إلى مطالبهم. نتمنى إن شاء الله أن دايما كل هذه الأمور تكون في أضيق الحدود لكي لا يحدث ما لا تحمد عقباه. البورصة المصرية أنهت تعاملاتها اليوم بارتفاع جماعي بدعم من مشتريات العرب المتعاملين في البورصة وعمليات شراء واسعة، في حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع من أجل جني الأرباح، لكن هذا لم يؤشر على مدى ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 الذي ارتفع بنسبة 1.2%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 0.63%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاق بنسبة 1.81%. دي كانت أهم وأبرز الأخبار الموجودة لدينا اليوم مشاهدينا أيضا في مختلف المحافظات المصرية وفي شتى النواحي والمجالات اللي بتهم الجميع. بعد الفاصل بث مباشر يتواصل مع حضراتكم وفقرات إخبارية وخدمات جديدة، ابقوا معنا.